وبالبداية كنا نعرض بمركز بلدية حلبة، مكان ضيق ما في محل سيارة توقف، الناس تعتل هم المجيء على السوق. اليوم لقينا انه لازم المعرض اللي بدنا نعمله انه نعمله بهالسوق هيدا تحديدا. المعرض بيضم اكثر من 25 جمعية، ونحن همنا انه نشغل الصبايا اللي عندنا بالضيعة، لانه نحن منطقتنا ريفية ونحن بأعلى الجبال، نحن منطقتنا فقيرة تعتبر من المناطق الفقيرة. فعلا المعرض هو مناسبة ليعرف الجمهور العكري على هالناس اللي عم يشتغلوا بالاشياء هيدي. عن جد هون اقرب لنا واحسن لنا وفي طمأنينة اكثر الواحد بمنطقته.